بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علقي على الصورة، ماذا تلاحظين في هذه الصورة؟ هذه عبارة عن انفجار نووي. إذن عنوان درسنا نتكلم عن الفيزياء النووية. إذن الفصل الخامس الفيزياء النووية. سؤال الفصل: فكر كيف تساعد الأشعة المنبعثة من النظائر المشعة. كيف تساعد الأشعة المنبعثة من النظائر المشعة العلماء والأطباء على تتبع العمليات التي تجري في جسم الإنسان؟ إذن هناك نظائر مشعة. احنا تعرفنا على كلمة نظائر. النظائر المشعة تشع لنا أو تبعث لنا أشعة. كيف تساعد العلماء في تتبع العمليات التي تجري في جسم الإنسان؟ هذه المعلومات إن شاء الله سوف نتعرف عليها مع دروسنا في هذا الفصل. الطاقة المكتشفة والمنبعثة من النظائر المشعة ترتبط بجزيئات الجسم. إذن هناك طاقة تنبعث من النظائر المشعة ترتبط بجزيئات الجسم. هذه الطاقة تسمح بتتبع الجزيئات في الأنسجة، وهذه التطبيقات مهمة في التشخيص الطبي. إن شاء الله نتعرف على التطبيقات في الدروس القادمة إن شاء الله. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعرف على وصف النواة. من أهداف هذا الدرس إن احنا نتعرف على عدد النيوترونات وعدد البروتونات في النواة. كيف نحسب عدد النيوترونات؟ كيف نحسب عدد أو البروتونات؟ ما هو رمزها في العنصر؟ نتعرف على طاقة الربط النووية للنواة إن شاء الله في الجزء الثاني من الدرس. أيضا الجزء الثاني من الدرس نتعرف على الطاقة الناتجة عن التفاعل النووي مع التغير في طاقة الربط النووية في أثناء التفاعل. من المفردات اللي بنتعرف عليها العدد الذري. ما هو العدد الذري؟ العدد الكتلي. أيضا في الجزء الثاني من الدرس سوف نتعرف على القوة النووية القوية وطاقة الربط النووية. سوف نتعرف على وحدة الكتلة الذرية والنويدة في هذا الدرس. تعرف على النيوكلونات وفرق الكتلة. ما هي التطورات التي تعرفتي عليها عن نموذج الذرة؟ أخذنا فصل عن الذرة. ما هي التطورات التي تعرفتي عليها في نموذج الذرة؟ أخذنا نماذج للذرة لعدة علماء، منها نموذج تومسون. تومسون قال إن الذرة كرة مشحونة بشحنة سالبة وموجبة، يعني كرة، هذه الكرة فيها شحنات موجبة وفيها شحنات سالبة. زين، ريذرفورد ماذا قال أو ماذا اكتشف؟ اكتشف بعد تجربته تصادم اللي هو أجرى تجربة تصادم جسيمات ألفا مع صفيحة من الذهب. بعدين اكتشف أن الذرة تحتوي على نواة ذات شحنة موجبة تدور حولها شحنات سالبة. إذا نموذج ريذرفورد قال أنه في نواة داخل الذرة تدور حولها الإلكترونات، أو اللي هي تدور حولها شحنات سالبة. نموذج بور حدد أن هناك الإلكترونات تدور حول أو في مدارات، أن الإلكترونات تدور في مدارات محددة. إذن هناك نواة تدور حولها إلكترونات في مدارات محددة أو مستويات محددة. بعدين أخذنا السحابة الإلكترونية اللي هو نموذج شرودنجر. قال إن هناك مناطق احتمال تواجد الإلكترون فيها اللي هي السحابة الإلكترونية، هي مناطق احتمال وجود الإلكترون فيها كبير. يعني ما حددها بمستويات محددة، لا، قال إنها عبارة عن سحابة إلكترونية، يعني في مناطق احتمال وجود الإلكترون فيها. في الفصل السابق يعني تكلمنا عن الإلكترونات ومداراتها، تكلمنا عن النواة.
هل تطرقنا أو هل تتكون النواة من جسيمات مشحونة بشحنة موجبة فقط؟ هل النواة بس فيها جسيمات مشحونة بشحنة موجبة فقط؟ فيه جسيمات غير يعني وتكون مشحونة بشحنات ولا لا؟ إذا ما أخذناه في الفصل السابق. جاء العالم جيمس أو اكتشف العالم جيمس أن هناك جسيم متعادل داخل النواة. إذن داخل النواة جسيم متعادل كتلته تساوي كتلة البروتون تقريبا. إذن العالم جيمس قال إن هناك جسيم متعادل داخل النواة هو عبارة عن نيوترون. إذن إحنا عرفنا في الدرس السابق إن في نواة جل عالم النواة لها شحنة موجبة. جل عالم جيمس قال إن في بعد جسيم ثاني غير البروتون. البروتون اللي مشحون بشحنة موجبة في غيره له نفس كتلة البروتون، لأن كان العلماء لما يجي يدرسوا يلاحظوا إن الذرة تنقصها كتلة، يعني كانوا يعرفوا كتلة البروتون بس كتلة لما يحسبوا كتلة النواة يلاحظوا إن في نقص في الإجابة. فإذا هناك كتلة مفقودة اكتشفها العالم قال إنها النيوترونات. إذا النيوترون والبروتون متساوي في الكتلة، لكن النيوترون شحنته متعادلة، يعني نقول ما له شحنة. إذا البروتون له شحنة موجبة والنيوترون متعادل الشحنة. إذا شحنة بالتالي شحنة النواة شحنة موجبة ناتجة من شحنات من شحنة البروتون. فإذا جينا نحسب شحنة النواة، لو جينا بنحسب شحنة النواة بنعتمد على من؟ بنعتمد على عدد البروتونات، لأن عدد النيوترونات، لأن النيوترونات ليس لها شحنة، فإن ناخذ عدد البروتونات نضربها في الشحنة الأساسية. إذا الشحنة الأساسية للذرة نضربها في عدد البروتونات تعطينا شحنة النيوترون. عدد البروتونات بنسميها الحين اسم، نسميه العدد الذري، بنرمز له بالرمز زد. إذا زد هو العدد الذري اللي هو عدد البروتونات. إذا لو سألت ما هو عدد البروتونات نقول إن أو ما هو رمز عدد البروتونات، رمزه زد هو العدد الذري. العدد الذري ما هو؟ هو عدد البروتونات، زد عدد البروتونات. إيه قلنا هي الشحنة الأساسية، إذا نضرب زد في إيه تعطينا شحنة النواة. كيف نحسب كتلة النواة؟ كيف بنحسب كتلة النواة؟ ناخذ العدد الكتلي A. ما هو هذا العدد الكتلي؟ هو مجموع عدد البروتونات وعدد النيوترونات. إذا عندنا زد هو عدد البروتونات، A هو عدد الكتلي. نضرب العدد الكتلي في وحدة الكتلة الذرية، حيث أن الوحدة الكتلة الذرية تساوي 1.66 في 10^27 كيلو جرام. إذا عندنا عدد البروتونات، عدد البروتونات هو زد هو العدد الذري، والعدد الكتلي هو مجموع البروتونات والنيوترونات. نفرق بين الرمزين، رمز زد هو عدد بس البروتونات، عدد الكتلي اللي هو A هو مجموع البروتون والنيوترون. إذا كيف نحسب عدد النيوترونات؟ إذا قلنا A بيشمل البروتونات وعدد النيوترونات، بروتون والنيوترون A، لو طرحنا منه عدد البروتونات بتعطينا عدد النيوترونات. إذا A ناقص Z تعطينا عدد النيوترونات، يعني العدد الكتلي اللي هو A اللي يشمل عدد البروتونات والنيوترونات مع بعض، نطرح منها العدد الذري اللي هو عدد البروتونات بيعطينا عدد النيوترونات. حجم وكثافة النواة، أظهرت نتائج ريذرفورد القياسات الأولى لحجم النواة، فقد وجد أن للنواة قطر يساوي 10^14 متر تقريبا، وبذلك يكون للذرة المثالية نصف قطر أكبر 1000 مرة من حجم النواة. على الرغم من أن النواة تحتوي على كل كتلة الذرة تقريبا، يعني النواة كلها ذرة
أو كتلتها كلها كتلة الذرة. فإن النواة تشغل حيز، لكن حيزها بيكون صغير، يعني كأن حيزها أقل من الحيز الذي تشغله الشمس في النظام الشمسي. يعني عندنا الشمس لاحظنا صغيرة بالنسبة للنظام الشمسي كله. النواة بتكون كأن حيزها بعد أصغر. كثافة النواة 1.4×10^18 كيلوغرام لكل متر مكعب تقريبا. رمز العنصر، إذا أخذنا رمز العنصر أو كتبنا رمز العنصر مثلا H، رمز عنصر الهيدروجين مثلا، كتبنا رمز العنصر وبعدين حطينا عليه عدد وأسفله من الأسفل عدد، العدد اللي في الأعلى هذا هو العدد الكتلي، يعني عدد البروتونات وعدد النيوترونات مجموعين مع بعض. اللي في الأسفل بيمثل لي عدد البروتونات، أحفظ عدد البروتونات. عدد البروتونات هي نفسها عدد أو هو نفسه عدد الإلكترونات. إذا زد هو العدد الذري اللي هو عدد البروتونات هو نفسه عدد الإلكترونات. إذا A هذا المجموع الاثنين يكون كبير، عادة الرقم يكون كبير في الأعلى. إذا هو العدد الكتلي، عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. اللي تحت هو عدد البروتونات اللي هو عدد الإلكترونات. النيوكلونات، تطلق كلمة نيوكلونات على البروتون زائد النيوترونات، يعني لما بنقول نيوكلونات أعني بها بروتونات ونيوترونات. لما أقول النواة داخلها نيوكلونات أعني بروتونات ونيوترونات. هل يمكن أن يكون للذرة نفسها كتل مختلفة؟ درسنا من بداية الترم أن للذرة نفسها كتل مختلفة له النظائر، فإذا يمكن أن تكون لها كتل مختلفة. إذا النظائر أشكال مختلفة للذرة نفسها، يعني الذرة نفسها لها كتل مختلفة ولها الخصائص الكيميائية نفسها. إذا ذرة تحتوي على، لكن ذرة لها كتل مختلفة وخصائص كيميائية نفسها. زي هني عندي نظائر الهيدروجين، نظائر الهيدروجين ألاحظ أن هني نظائر الهيدروجين. لاحظ هنا نظائر الهيدروجين، لو لاحظنا أن الهيدروجين هني 1 1، يعني بيكون تحت فيه عدد، قلنا عدد البروتونات اللي هو العدد الذري، وفي الأعلى المفروض أن مجموع عدد البروتونات وعدد النيوترونات. نفس الشيء بالنسبة للنظير الثاني، عدد البروتونات في الأسفل هني عدد البروتونات وعدد النيوترونات، يعني كأن هني اختلفت في عدد البروتونات، النيوترونات صار مختلف، هني صفر ما في عدد، ما في نيوترونات، هني صار 1 نيوترونات، هني صار 2 نيوترونات. إذا تختلف في عدد النيوترونات، لاحظي إن هني عدد النيوترونات مختلفة لكن عدد البروتونات هي نفسها، هذا في النظائر. كما هو موضح في الجدول الدوري فإن الكتلة الذرية المذكورة فيها هي متوسط الكتلة، لاحظ هذا الرقم هو متوسط الكتلة الذرية لكل النظائر الموجودة في العنصر. إذا ناخذ متوسط الكتلة الذرية لكل النظائر، لهذا الرقم بيكون غير صحيح، يعني كأن رقم 10. ليش؟ لأن هناك عندي نظائر العناصر نظائر. إذا يمكن أن يكون للذرات عناصر لها كتل مختلفة، يعني نظائر، بالتالي الكتلة الذرية لا تساوي عددا صحيحا. يعني لو سألت عللي إن الكتلة الذرية لا تساوي عددا صحيحا، لأنه يمكن أن يكون لذرات العناصر الواحد كتل مختلفة. قارني بين نواة النظائر، هذه نواة النظائر، قارني بينها، قارني هذه نظائر يورانيوم، هذه نظائر الهيدروجين، نظائر الكربون، قارني بين نواة، ماذا تلاحظين؟ تلاحظي أن عدد البروتونات هي نفسها
واحد 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 هني ستة 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 هني 92 عدد البروتونات، لكن عدد النيوترونات بيكون مختلف، بالتالي العدد الكتلي بيكون مختلف. إذن لها عدد نفسه من البروتونات ولكن أعداد مختلفة من النيوترونات. إذن في نواة النظائر بيكون البروتون نفس العدد لكن أعداد مختلفة من النيوترونات. ماذا تسمى نواة النظائر؟ تسمى بالنويدة. إذن نسمي نواة النظائر بالنويدة. أسئلة التحصيلي، يمثل العدد الكتلي في الذرة، ماذا يمثل العدد الكتلي؟ العدد الكتلي هو اللي في الأعلى، هو اللي بيكون مجموع البروتونات والنيوترونات. فيهني عندنا الجواب عدد النيوترونات، لا، قلنا نيوترون وبروتون. عدد البروتون لحاله، لا. عدد البروتون والإلكترون، بروتون هو أصلا إلكترون. عدد البروتونات هي نفس عدد الإلكترونات، لا. عدد الذري اللي هو عدد البروتونات يعني وعدد النيوترونات. إذن الجواب بيكون دي. في العنصر لاحظ هني فإن عدد البروتونات، البروتونات يعني قلنا العدد الذري يعني اللي في الأسفل، يعني بيكون الجواب 82 يعني A.